المشاهدين تبارك الله على اخوتي المغاربه، تحيه لكم، تحيه لكم بزاف داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه لكل عائلات المغاربه، تحيه لخوتنا الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن، وكل الشعوب العربيه، خوتنا في الامارات، في السعوديه، في الكويت، في شعوب العالم العربي كامل. يوفقكم الطيب، ادي لكم واحد كاس كروب ولكن تقبلوا عليه للطعيانه. وقال لي العربي با ديال لنا واحد الخبزه حرشه، قلت له بسم الله توكل على الله وغادي نشوف راسي واش غادي ننجح في هذه العمليه او ما غننجحش، وتابعوا ان شاء الله. السميده هي هذه، هي جبنا كيلو نار ديال السميده، الخماره هي هذه، هي هي هذه. ندير واحد شويه ديال الزيت، انا غير كنشوف كيفاش كدير لها، راني انا غادي ندير بحالها ونشوف راسي واش غننجح في العمليه ولا ما غننجحش. تبارك الله عليكم اخوتي المشاهدين، كي لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا انتم الوالد دابا راه يوجد واحد الخبزه حرشه، وراه الله يعطيه الصحه وصافي، ما عندي ما والله العظيم ما عرفت راسي واش غننجح ولا ما غننجحش. لا راه كتعرف صبر، شويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، عمكم طيب غير قبلوا عليه، المهم راه الموجود غيديروا اليوم. والسلام عليكم. دابا نجيب المويه ديالي، دابا بعد واحد الزويته هي اللي في الطاجي، خلي هادشي شويه في الطبسيل ديالو باش تطلع به. اه بلاتي غنديرها فين غادي نديرها؟ او الطبسيل راهم او الصحيح. دابا في الزكا هاديك ندير لها المويه ديالها، خلي حتى تزيد تقلى شويه. ولا دابا كديرها تتتا تتتا قلى تتا؟ علاش تتا؟ ياه علاش تتا؟ قلى تتا تشرب الماء شويه عاد تدير. قال لك هادشي اللي تنشوف الماء انا. لا هو كتخليها تشرب الماء، حنا دابا نشربوها. لا زعما خلي تتا، لا كاينش كاع داكشي. بارك اصاحبي يا مربط لصق لي غنوريو كلشي لخوتي المشاهدين. لك ايوا شنو خويا، راه هادشي راه هادشي راه كيخلع الصراحه. غادي نشوف انا مسيتي غادي نديرها هكا. ايوا علينا هادي ما نسال، تبارك الله عليه وصافي قادر واحد شويه وصافي شي بزاف. لا تبارك الله عليك، تحل ديك الشتا تجي تحت من الطاجي. احط احط ماشي تقلقب، ويدي انا مع عمري صوبتها راه مره واحده، وقعت مره كنت صوبتها عقلتي واقيلا خير الله هذه مني صوبتها. لكن خاوك هاك من ميتي تختار مريم صراحه، تخليني غبي انا والله. مريم راه ما كايناش، مشات عند صاحبتها، عادتها واحد صاحبتها كتقرا معاها. ايوا ما نقول لكم شي، هاد نهار مريم راه خلاتني في الغبينه. تدير بعدا السميده عاد سير مع باك، دير السميده. لا هادي السميده هي التاليه. ها؟ السميده دابا سير عربي. اه تنشوف امي انا كتمشي داك الشيء. السميده هي التاليه. ياه. المعيلق ولي هاد الشيء في الدوله باش ما تمشيوناش. الله يعطيك الصحة أصاحبي، وأنا كنشوف غير طوكي كدير، غادي ندير بحالها.
ما رضيناش الله يرحمه باش نديرو هادشي الحمد لله. باش جينا بالردة تاعي مع الخبزة هو هذاك. عندي ما يسهل وصل تبارك الله عليك وصل وتبارك الله عليك وصل لا ما نجم راسي كاين دي شي جائزة زعما ديها ديها نجيبها 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 قالها تجيبها أحسن من أمي بصح وهي ماشي أحسن منها تجيب أحسن من ديال الوالدة واش غنقول لك يا العربي إلا جبتها أحسن منها أخوتي المشاهدين غايقول لك شنو كاين راه شافوا ديك الطريقة ديال أمي ديالك أنت كيداير ويلا جبت احسن من ناش نقول لكم في راه يطمك شي راه عندنا لي طوج شي سي راه من ناسا ناسا يطا امي ويدا ويا جي راه جاب الواد احسن منك الحاج ما عندي ما نسال الوالد تبارك الله الا جبتيها ما عندي ما نسال كي مقاد هذاك الشيء صافي لا بابا الحراس اسمع شويه وعيط الشاب موحى ولا يجي يشوف يلا صحاب كشي زعما ما نعرفوش ننجمو راسنا راه يجيو الضياف ونحمر لك وجهك عندي ما نسالك كاين فهمتيني تقلتي مع الضياف ديالك ونحمر لك وجهك انا يعطيك الصحة وصافي انتما اخوتي كي جاتكم يعطيك الصحة وصافي انتما اخوتي كي جاتكم ان شاء الله فضل ديالي وتوكلنا على الله وبسم الله لا الصينية راهب لا الصينية بلاتي لا كدير نورمال بلاتي ديالي شكرا لي البنات ان شاء الله يا ربي بسم الله عندكم تقبلوا على عمكم الطيب وصافي داكشي اللي دارو نتمنى المحبين ديالي يكتبوا لي في لي كومونتير انا عارف شحال عندي اللي كيبغيو انا غنعرفو بزاف فهاد الفيديو غنعرف شكون انا اللي كيشجعني ان شاء الله وغيبين لي انايا عرفت شحال كدير داخل من كاس 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 شنو يجي حلو الحلاوة كلها فريا خاصني يجي مسس وما يجيش حلو الخبيزة ديالنا هي كطيب هانتوما الله يعطيك الصحة دابا غنعمر البليليت ودعواتكم على المهم قبلوا عليا النار ندير الفيديو لخالتي كيطول حقاش مسكينة تكوى علينا ومريم مكايناش مشات عند صاحبتها وحنا ما لحناش للمشاهدين ديالنا وقلت ندير فيديو على النار ما لحناش البارح واليوم ما تلوحوا قلت اليوم ندير لهم فيديو يقبلوا علينا كيما بغى يجي غادي نديرو لهم ان شاء الله خوات لصقت لي واحد شويه والله لكن ما كرهتش الشيء اللي عطى الله هو هذا عمكم الطيب ما عليه الله هو هذا الحباب ما عندي ما غندير اللي قسم الله هو هذا كنشاركوا معاهم ما عندي ما ندير الشيء اللي عطى الله هو المهم انا والله ما نضرك عليكم شي حاجه ولا تخبى على الله تنولي هكا هي كاين هاك ما عقلش على عليها تصرات ما عندي ما ندير هذاك الشويه لصقت لنا ما عندنا ما نديرو لها الشيء اللي عطى الله هو هذا المهم نوري الخبز نوريهم كانت عندنا زاد خسرت شي ديال الطيب تحت السلعه طابت مقابلة ما عرف لا انا ما درتش الزيت بزاف غير شوية عرفتي شحال درت الزيت انتما كتشوفو الخبيزة ديالنا كيف جات ولكن هادشي اللي كتب الله هو هذا ما عندنا ما نديرو وانا نفرحو يطيب شي خبزة زوينة ولكن ما كتبش المهم
قالت الله هو هذا. انتما كتشوف ايوا انتما كتشوف حنا نوضنا العروسه. خصنا على العروسه عرفتي حنا نوضناها درنا لها الحرشه درنا لها اتاي كلشي ولكن يا خوتي اش نقول لكم والله العظيم الى هذا الشيء راه صعيب بالله الى صعيب 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 بزاف انت لما جات في الفيزا خاطر كنت ديك الوجيه راه غزاله مروكا مسعود لكن تحيه للعائلات اللي كانوا بعدا خوتي والله بعدا بعدا كما كان اخوتي بعدا نعطي التحيه السلام عليكم المشاهدين كي درتو لاباس عليكم نتمناكم تكونوا على خير وبخير تكونوا في صحه جيده نتوما وليداتكم خوتي اي بغيو ولا خوتي بعدا من دربنا الوليدات هما كان راهم دربنا وغير باللي كان بيت بالعشاء هما اللي كلاو بالجوع الدراري ولا دربنا انا بعدا خبزتهم هاد خبيزه حرشه تبارك الله بعدا يسكنوا حتى الجوع ديالهم ولا بلاش خوتي ما يسينا الله ما قديت خوتي النوض تنوض تنبغي نطيح عليها وقفتي تجيني صفه تكب عليا العرقه العرقه فيني في العرقه الحال بارد وانا العرق كيشرشر والكبه كتكب عليا سخاين بيت عليا مش كيت عليكم اخوتي دعواتكم اختكم دعوات معايا اختكم دعواتكم اختكم كيفاش والله ايوا فيديونا هو هذا نتمناكم تقبلوا علينا باش تعرف مسؤوليه ديال المراه العيال الله انا هي تحرقوا كاع هاطا جا حرقني كاع والله العظيم الا ديت تحرقوا خبزه فران خبزه في الطاجين خبزه الله يسمح لنا النساء كاملين العيال كاملين ساكن كيفاش كدوي انت في الكوزينه وكنقول لهم ما كديروا والو شنو كديري في هذه الكوزينه نهار كامل هي في الكوزينه وحنا كنقولوا شنو كديري بزاف هذا الشيء كنقولوه يعني ما غاديش نكذبوا كنقولوا اللي كتقول لك عييت كنقولها شنو كتخيل دير عاد تيجرب اخوتي عاد تيقولوه لكن ملي كنجرب هذا الموقف كنعرفوه صعيب بزاف اكثر من العمل ديال برا اللي كنخدموا حنايا والله العظيم حنا راه كنخدموا عمل واحد وكنكونوا مهانين هي دير هادي حط هادي عطي هذا صوب هذا غدا بغدا كسكروت كسكروت العشاء بالعشاء اي ولا لا قبلي علينا الله يجازيك بخير وتحياتي ليهم وفيديو اخر ان شاء الله نتمنى يعجبهم هذا الفيديو نتمنى يعجبهم علينا السلام عليكم دعوات مع الوالده ديالي الله يحفظك نتمناكم تجيجوا عامكم طيب وراه مسكين تمرت بهذا الخبز حاشا والله العظيم ما عندنا ديروا الابوني وعاونوا بالمشاركه انا كنقول لها شنو يعطي الصحه وصافي تحياتي تعالى زيد لكم الايام شكرا لكم الدعوه سمعني السلام عليكم